المحطه اليوم كما كتلاحظوا محطه ماشي ثقافيه ماشي مختلفه، هي محطه احتجاجيه، ولكن الاحتجاج هو جزء من العمل ديال المحامي، لانه لا يقبل بان تسن له ويشرع له مقتضيات لم يستشر فيها ولم تحترم فيها المنهجيه التشاركيه. للاسف هذا يبرز بان عدم احترام هذه المنهجيه يبرز على انه قد تكون هناك حمله استهداف ممنهجه ضد ضمانات المحاماه، بدات بتسريب مسودات مشروع قانون المهنه والاعلان الانفرادي على الامتحان الاهلي لمزاوله مهنه المحاماه، ثم وضع هذه المقتضيات الجديدة في المشروع القانون المالي سنة 2023. نحن نطالب باحترام المنهجية التشاركية التي هي دأب وديدن جميع الوزارات السابقة، وزارة العدل السابقة في علاقتها مع جمعية هيئة المحامين المغرب والمؤسسة التمثيلية للمحامين. لا ندري، كنا نتوقع الكثير من زميلنا على مهنة المحاماة، ليس ليدافع عن مهنة المحاماة ولكن ليحترم المنهجية التشاركية وأن لا يسمح باستهداف مهنة المحاماة، ولكن للأسف الوضع لا يبدو أنه كذلك. نتمنى تصحيح هذا الوضع حتى يكون واضحا. كذلك وجب التوضيح باننا لسنا كما قلت لكم الالتحاق ديال المحامين مرحبا بهم، ولكن وفروا الشروط المقتضيات الجديده ما كنستهدوش منها انه يبقى شي تمييز للمحامين ما يتعفاهم الضرائب او ان لا يؤدوا الضرائب. بالعكس حنا جاهزين نؤديوا الضرائب وكنؤديوها دائما بحالنا بحال جميع المواطنين، لان كنعرفوا على ان اداء الضرائب هو جزء من المواطنه، بل شرط في المواطنه الحقيقيه، ونحن مواطنون حقيقيون ندافع عن جميع قضايا الوطن ولن نتهرب من الضرائب، ولم يكن في تفكيرنا مطلقا ان نتهرب من الضرائب، لكن يتعين مراعاة خصوصية مهنة المحاماة كما تتم مراعاة خصوصيات بعض المهن الاخرى وبعض القطاعات الاخرى، فمهنة المحاماة كذلك لها خصوصية كان يتوجب مراعاتها. الان كاين لجنة ديال الحوار مع وزارة المالية، نتمنى ان شاء الله اننا نوصلوا نحققوا الاهداف المرجوة بما يضمن استمرارية ديال المحامين في اداء الضرائب ديالهم، ولكن وفقا للشروط وفقا لما يعتبر وخصوصية لمهنة المحاماة. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. فاستجابة لقرار الجمعية هيئة المحامون بالمغرب الداعية إلى توقيف العمل في هذا اليوم 1 يعني نوفمبر من سنة 2022، نلاحظ بأنه حضور كثيف لعموم المحامين والمحاميات في مدينة طنجة وعموم المحامين والمحاميات في كل يعني المدن المغربية وفي كل المحاكم المغربية، وقفة واحدة وصوت واحد يرفع الآن في جميع محاكم المغرب، تؤكد من خلالها وتقول للشعب المغربي وتقول لعموم المسؤولين والمعنيين على أننا واعون بخطورة المرحلة التي يتم فيها الإجهاز على مكتسبات مهنة المحاماة وعلى يعني مجموعة من المقتضيات التي ربما هذه القرارات الأخيرة قد مست بأجزاء منها وقوتها وحصانتها. نؤكد على أن هذه المقتضيات متعلقة أساسا يعني بالضريبة وبمسودة يعني مشروع قانون المهنة قد أثر بشكل كبير على موقف المحامون يعني وأحقيتهم في المشاركة والتشاركية في إخراج هذه القرارات. أكدنا من خلال هذه الوقفة ومن الوقفات الأخرى الموجودة حاليا بمجموع يعني محاكم المغرب على أننا نطلب أو يعني نؤكد على أن يجب أن تكون هنالك مقاربة تشاركية لعموم المحامين في المغرب. نحن لدينا جمعية تمثلنا ولدينا محامون ونقباء يمثلنا في على المستوى جمعية هيئة المحامين بالمغرب، تم يعني تجاوزهم وتم الإعلان على مجموعة المقتضيات المتعلقة بقانون الضريبي ومتعلقة بمسودة يعني قانون المهنة وكذلك الامتحان مزاولة امتحان الأهلية ديال المحاماة. نؤكد على أننا لسنا ضد يعني الضريبة ولا يعني أننا نمتثل للمقتضيات الضريبية، بالعكس كما يصوغ البعض يعتبرون أننا نحن متهربين ونحن ضد هذه الإرادة الضريبية. لا بالعكس، نحن نريد أن يتم هذا القرار على مستويات
يعني تشاركية يكون فيها المحامي يدلي بدلوه ويقدم يعني لجنة تمثله ويناقش الموضوع ويقوم بدراسته، بالتأكيد أن مثل هذه القرارات الانفرادية سيكون نتيجتها هو الحال التي وصلت إليه الساحة المهنية الحالية. نؤكد يعني نهاية على أننا نطالب بسحب هذه يعني المقتضيات الضريبية المنصوص عليها في قانون الميزانية ديال 2022، وكذلك نؤكد على سحب ديال المسودة ديال قانون المهنة على أساس أننا النقباء ومجموع من الأساتذة قدموا الكثير في مناقشة قانون المهنة الجديد، وكانت هناك محاضر أكيد سجلات في المناقشة ديال هذه المقتضيات الجديدة ديال قانون المهنة، لكن تفاجأنا بحقيقة بخروج هذه المسودة التي أربكت يعني الساحة المهنية بشكل كبير. نطالب كذلك على يعني بعد سحب القانون الضريبي أو المقتضيات الضريبية وسحب المسودة ديال قانون المهنة، نطالب ب يعني استمرار الأمر الضريبي أو الشكل الضريبي الحالي إلى حين يعني صياغة لجنة مشتركة يقوم فيها المحامون، يمثلها محامون ونقباء من الجمعية بطبيعة الحال التي تمثلونها، ويكون لها صوت، وبالتالي يمكن أن يتم إنزال قانون يعني ضريبي وقانون المهنة يوافق المحامون والمحاميات وعموم الزملاء والزملات والزميلات في المغرب. وشكرا جزيلا. ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى برتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.